إنه نستطيع استلهام الفن والجمال، أو كيف نستطيع استلهام الفنون والجمال أستاذ؟ بالنسبة طبعا القرآن الكريم هو باعتباره يعني الكتاب الذي يشكل الأهمية واللي يستلهم من المسلمون جميعا يعني أحكامهم وأيضا أحكام اللغة وكل يعني محيطا زاخر. فالفنون أيضا تأخذ من هذا. ليه؟ لأن لما جاء النبي صلى الله عليه وآله صار هناك الركيزة، هناك حضارة قادمة جديدة اسمها الحضارة الإسلامية ترتكز على القرآن الكريم وعلى السنة النبوية. هنا صار وجود مسجد. المسجد أول ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة خط بيده الكريمة مربع ووضع منتصف فيه، فجعل نصفه مسقوفا والآخر مفتوح حتى يكون الصلاة حسب الأجواء. ثم بعد ذلك تطور هذا المسجد. هذه البداية هي بداية الفنون وأيضا الحضارة الإسلامية من حيث كمعتقد ومن حيث كفنون. ولهذا ارتكز المسلم على قوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. هنا الزينة اللي هو المسلم أخذها من جميع الجوانب. أولا زينة من حيث هو خلقا يكون يعني طباعه زينة، هذا واحد. الشيء الثاني أنه من خلال المكان المسجد يكون زين، يعني فيه جمال، فيه ارتياح صحيح. نفسي. أيضا كذلك الخطاب الديني اللي يؤديه إمام المسجد يكون زين، لأن هنا الخطاب شامل، خذوا زينتكم على وجه الإطلاق. فإذا هذه الزينة التي أمرنا الله بها صارت هي المنهج. فبدأ المسلمون بتزيين المساجد وفق قوله تعالى: خذوا زينتكم، سواء الزينة المادية أو الزينة المعنوية. وكانت هناك تجسيد لكثير من الأمور وفق القرآن الكريم، بل أن المسلم استطاع أن يجسد الآية ماديا،